والآن مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال يقدمها لنا الزميل رجاء رمزي. إليك يا رجاء. شكرا فاطمة، شكرا ميرنا. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الجولة الاقتصادية. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الجلسة 12 من جلسات المنتدى الفكري للمركز بعنوان تأثير التغيرات المناخية على مستقبل الإنتاج الزراعي في مصر، وذلك بحضور نخبة من الخبراء وعدد من المسؤولين. تهدف الجلسة لاستكشاف مسارات التحرك الممكنة التي يمكن أن تتبناها الحكومة لتلافي أثر التغير المناخي على قطاع الزراعة في مصر. وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن المنتدى الفكري هو قناة التواصل الدائمة ما بين الحكومة والخبراء لمناقشة مختلف المستجدات المحلية والدولية. بحث وزير البترول طارق الملا مع الرئيس التنفيذي لشركة بريطانية خططها لضخ الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي بمناطق عملية في مصر بالبحر المتوسط، وأيضا موقف أنشطة وبرامج الاستكشاف والحفر التي تنفذها الشركة. وخلال اللقاء أوضح الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية أن حجم الاستثمارات التي ستضخها الشركة في مصر مع شركائها في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مرشحة للتضاعف في حال النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة. وتعتزم الشركة البريطانية حفر 4 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في الربع الرابع من العام الحالي. أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري ما بين مصر والسودان سجلت نحو 1.4 مليار دولار، وذلك خلال العام 2022 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام 2021 بارتفاع قدره 18.7%. وأشار الجهاز إلى أنه ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للسودان لتصل إلى 929.2 مليون دولار، وذلك خلال العام 2022 مقابل 826.8 مليون دولار خلال العام 2021 بارتفاع قدره 12.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 509.4 مليون دولار مقابل 385.6 مليون دولار بارتفاع قدره 32.1%. وإلى البورصة المصرية مشاهدين، التي أنهت تعاملات جلسة اليوم منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.267 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 0.24% مغلقا عند مستوى 18629 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 1.9% ليغلق عند مستوى 3795 نقطة، فيما صعد مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.94% مغلقا عند مستوى 5569 نقطة. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث صعدت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء عاصفة مدارية تتجه نحو ساحل الخليج الأمريكي، مما حد من المعنويات المتشائمة إزاء احتمال أن يؤدي أي رفع جديد للأسعار خاصة بالفائدة في الولايات المتحدة إلى تقويض الطلب.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 1.18 بالمئة مسجلة 85 دولار وخمسة سنتات، وذلك للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 1.55% لتصل إلى 80 دولار 67 سنتا للبرميل. فيما ارتفعت أسعار المازوت أيضا على العالمية بنسبة بلغت 1.12% لتصل إلى $2.62 وذلك للتر. فيما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 2.80% مسجلة $2.64 وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت حكومة المملكة المتحدة تأخيرا خامسا في تنفيذ ضوابطها الحدودية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على استيراد المواد الغذائية والمنتجات الطازجة، حيث اعترف مجلس الوزراء بأن النظام الجديد على واردات الاتحاد الأوروبي سيرفع الأسعار في السوق المحلي. وأكد مكتب مجلس الوزراء البريطاني أن خطط الحكومة من المرجح أن يكون لها تأثير على التضخم الرئيسي، على الرغم من إصراره على أن التأثير من المتوقع أن يكون طفيفا مقدرا بزيادة أقل من 0.2% على مدى 3 سنوات. هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا إلى مرنا وفاطمة، فإليكم. شكرا لك رجاء.